انت متاح في الحياه. ده رقم واحد. رقم اثنين، خلينا نقول ان القضيه احنا ادعينا امبارح مدني عشان نقدر نكون لينا اي تواجد جوه القضيه، لانه المفترض انه المسؤول عن تحريك الدعوه الجنائيه وايضا سلطه الاتهام والتحقيق هي النيابه العامه، وكيله عن الشعب المصري. تمام. فاحنا امبارح عشان نقدر نكون لينا مكان جوه القضيه بندعي بالحق المدني عن احد يعني اهليه المجني عليها اللي هي شيماء، واحنا ادعينا امبارح عن والده شيماء بالحق المدني. خلصنا امبارح تصريح الجثمان حتى اللحظه، لسه ما اطلعناش على اي حاجه تخص سير التحقيقات او سير القضيه لانه كان الوقت ضيق جدا. ولا سمعت اعترافات المتهم؟ لا، حتى اللحظه ما طلعناش بشكل رسمي على الاوراق. كل اللي سمعناه اما من المواقع الالكترونيه، اما من جيرانها، اما من اصحابها، اما من رسمي وزاره الداخليه اللي على يعني طبعا احنا متابعين كل بيانات النيابه العامه حتى اللحظه، وكل معلوماتنا من النيابه العامه وايضا من المواقع الالكترونيه وايضا من جيرانها او اللي كانوا ملاصقين ليهم قبل الواقع او قبل كده بوقت طويل. تم التجديد فعلا حبسه امبارح 15 يوم عبر تقنيه الاونلاين. ايه الاجراءات اللي حضرتك هتتخذيها الفتره الجايه؟ هنتابع سير التحقيقات مبدئيا قبل اي حاجه، لازم متابعه سير التحقيقات. طب قول لي حضرتك، او ايه حضرتك التهم المفروض موجهه للقتل العمد؟ طبعا اول حاجه القتل العمد، اول تهمه هي القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وهي التهمه اللي تجيب اعدام. قول هم المتهمين فيها هم الاثنين الاول والثاني حتى اللحظه، زوجها و الاخر اللي هو ادل عليه بالاساس حتى اللحظه، هما الاثنين دول المتهمين بالشكل ده. لكن هل هيكون في متهمين اخرين؟ لحد دلوقتي مش عارفين، وممكن يكون، لان الطريقه اللي اتقتلت بيها شيماء، الطريقه اللي تم استدراج بيها شيماء، الطريقه اللي دفنت بيها شيماء، تقول ان استحاله يكون واحد بس هو اللي قام بهذا الفعل. احوال المتهم الثاني وشهادته؟ انا ما اطلعتش رسمي. لم تطلع حضرتك حتى الان على سير القضيه او بشكل رسمي؟ تمام. شكرا. طيب الفتره الجايه في